السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة مع إبراهيم عيسى. خليني أقول أنه الوضع الراهن وضع يستأهل منا جميعا ويستوجب علينا ويستلزم من كل شخص فينا تنبها كبيرا ووعيا أكبر ولحظة توقف كده لفحص ودرس ما يحدث وما يجري معانا وفينا وبينا في هذا المجتمع وتلك الدولة، لأنه احنا في لحظة عدم رضا وفي لحظة قلقلة وفي لحظة انزعاج من مشاكل حياتية ويومية ومن أحداث كبرى ضخمة اقتصادية، صحيح في مظهرها إنما في جوهرها سياسية 100%. ما أتصورش إنه أي حد يقدر يزعم ولو لحظة إن الشعب المصري دلوقتي راض أو مبسوط، والأسوأ من كده والأفدح أو متفائل. عشان كده إذا ما استوجبتش الحالة الاقتصادية والسياسية والنفسية والمعنوية والاجتماعية للبلد وللشعب إن إحنا نقف مع نفسنا ونفكر، وإنه الدولة وإدارة الدولة تنتبه، فده بيتفوت لحظة عظيمة للتغيير الحقيقي. ندرس الأخطاء وهي كثيرة جدا، وأنا أريد أن أضيف والخطايا وهي أكثر، ونعمل تحول في المسار في الأداء عشان شعبنا اللي احنا طول الوقت بنسمع من المسؤولين إدانة له للشعب، بعد ما كان الشعب اللي يريد أن من يحن عليه ويرفق به، إذا هو شعب ابن 60 في 70 هو اللي بيعمل كل البلاوي السوداء وهو السبب في كل الوحشات اللي في الدنيا، وهو اللي المفروض يتحمل وياخد على دماغ اللي خلفوه يسكت، وهو سبب كل المصايب والبلاوي، وهو 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 اللي غلطان في كذا وكذا 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 في كل حاجة. الشعب هو الغلطان، الحكم ما بيغلطش أبدا، لا يأتيهم الباطل من بين أيديه ولا من خلفهم. فإذا المشهد ده محتاج مننا بعد ما كنا بنتعامل مع الشعب بمن يحن عليه ويرفق به، إلى أن الشعب ياخد على دماغه والمفروض أنه يسقف ويبايع ويهتف ويرقص لو قدر كمان لحكامه، لا، المشهد هنا محتاج أمانة ومحتاج تجرد ومحتاج موضوعية، ومحتاج أن الودن اللي متعودة تسمع نفاق وطبل طول الوقت تنحيها جانبا، تنحي هذه الأذن، والأذن الصماء الطرشاء، الودن الطرشة اللي بتتسلم للمجتمع أو للآراء المختلفة، لا، تركب سماعة. ليه؟ علشان نشوف صح ونعرف صح، لأن في حالة استسلام مذهلة لدى إدارة الدولة للتقارير الأمنية والورقية وتصوير يعني الأشباح والعفاريت اللي بتحاربنا. خلينا نقول إنه السمات الآن تبدو واضحة بعد فترة من إدارة البلد، سمات تبدو واضحة جدا إنها شبه زي إدارة الإخوان. إزاي؟ كيف تقارن بين حكم وطني مصري حقيقي وبين تلك الجماعة العصابة التي ترى في نفسها أنها جماعة لا علاقة، هي نفسها عقيدتها أنها مش وطنية؟ كيف تقارن بين الأدائين، أو كيف تقارن بين المنهجين أو بين الحكمين؟ وحقيقة الأمر أنني أقارن، وأقارن في منهج الأداء مش في المنطلق، مش هو طالع منين. الحكم هنا طالع، إدارة الحكم هنا طالعة دلوقتي في مصر، طالعة من منطقة وطنية والتانية طالعة من منطقة الأممية والخلافة ومصر وطز في مصر وكده. لكن طب والأداء بقى؟ الأداء على مدى الشهور اللي فاتت والفترة اللي فاتت، شكل الدولة وأداء الدولة، هل اختلف أداء الدولة الآن في هذه الفترة عن أداء ومنهج الدولة في عام الإخوان؟ ده سؤال مهم، سؤال مهم. اللي خايف يطرحه هو حر. أنا أقدر تخوف الناس وتحفظهم وأقدر مشاعرهم طبيعة الحال، ومش بطلب من حد إنه يعني يستعير ما ليس في قلبه يعني ليقوله. خلاص، الناس اللي مش شايف هو حر، واللي مش عايز هو حر،
لكن عمر ما كان الحقيقة تفتقر وتفتقد صوت الله في البلد دي، ولا يجب أبدا أن تكون. فخلينا نبقى شجعان مع أنفسنا ومع واقعنا ومع مجتمعنا ومع حكامنا، ونبص كده ونتأمل، ونقول لهم بالفم المليان، ونقول لهم بكل حب وبكل صدق وبكل أمانة وبكل رغبة في مصلحة البلد ورفعتها وتقدمها، إن السمات والصفات الأساسية في إدارة الإخوان للحكم هي ذاتها التي نعيشها الآن في إدارة من هم يعادون الإخوان في الحكم. ودي مسألة تخلينا ندور على أدلة وبراهين، ما يبقاش مجرد أحكام نطلقها وحقائق نصل إليها وندعيها ونزعمها لأنفسنا حقا، بينما ممكن ما تبقاش مسنودة على أدلة وبراهين. لا، مسنودة على أدلة وبراهين يا جماعة. احنا بنتحكم بالظبط بنفس المنهج الإخواني. ايه هو المنهج الإخواني؟ تعال نفصصه كده حتة حتة. الأداء هو هو ولا لا؟ هل احنا لامسنا جزءا من الحقيقة، او لعله كبد الحقيقة، كبد الحقيقة مسكناها، ولا احنا بنفتري على الناس وبندعي عليهم ولا يجب ان نكون كذلك؟ طيب خليني اقول لك ان السمة الاولى ايه. احنا ممكن نرصد مبدئيا سبع صفات وسمات مشتركة، سبعة. اول سمة هو المجتمع المنغلق على نفسه. جماعة الحكم تبقى منغلقة على نفسه. الإخوان ومكتب الإرشاد اللي هم معتمدين على أهل الثقة والولاء واللي أقسموا واللي هم من جواهم واللي هم جوا هذا الفريق المنتمي عقيديا لفكرة واحدة وتنظيميا لجماعة واحدة. المجتمع المنغلق على نفسه ده بتاع الإخوان هو نفسه المجتمع المنغلق على نفسه دلوقتي للأجهزة في مصر. مجتمع بعد ما الإخوان كانوا بيجيبوا من جماعة الإخوان المنغلقين على جماعة منغلقة على نفسها، هنا أجهزة منغلقة على نفسها في إيمان شديد جدا في إدارة الحكم بأنه الأصح والأفضل هم بس، والأحسن والأخلص هم بس، واللي فاهمين كل حاجة هم بس. المجموعات دي، الأجهزة دي اللي شايفة مصلحة البلد وعارفة مصلحة البلد ومدركة مشاكل البلد وحلول البلد، والاختيارات كلها اختيارات ولاء، أهل ثقة وأهل الولاء مش أهل الكفاءة، من أجواء الموظفين والجنرالات واللواءات. فالمجتمع هنا مجتمع الحكم منغلق على نفسه، والآن هو منغلق على نفسه. القرارات اللي بتصدر دونما أن نعرف، التقارير، التوقيعات والاتفاقيات اللي تفاجئنا، زي دايما في تعبير كده في الأدب الإنجليزي اللي هو يعني واسع الانتشار، يعني بيقول لك يوصل قط صدمته شاحنة، أو مش عارف تعرف الريفي اللي بهاراته أضواء المدينة، القط اللي صدمته أضواء الشاحنة، يعني ما بقاش يشوف يعني من كتر الإضاءة الجامدة. إحنا بنجد أنفسنا في لحظات كتيرة جدا في الفترة الأخيرة وساد قرارات ومشروعات كمان تدور في مجتمع المنغلق اللي بيحكم، مش في المجتمع المفتوح اللي بيشارك. فتنزل من فوق لتحت، مش تطلع من تحت من القاعدة لفوق، وتبقى المشروعات والأفكار والقرارات والشخصيات والاختيارات والتشكيلات كلها جوه مجتمع أهل الثقة اللي هو المجتمع أهل الولاء اللي هو من مجموعة الدولة وتقاريرها الأمنية، الرضا الأمني. إنما بره المجتمع المنغلق ده حد عارف أي حاجة خالص إطلاقا؟ قال له ما ده يا جماعة الحكم المنغلق اللي كنا، ما ده حكم الجماعة المنغلقة. إيه الفرق بينه وبينه حكم الأجهزة المنغلقة؟ إيه الفرق؟
سمة في منتهى الوضوح مشتركة مماثلة جدا. أهل الثقة هنا وأهل الثقة هنا، طب وفرقت إيه بقى؟ أهل الثقة هنا وأهل الثقة هنا، إيه اللي فرق؟ إيه اللي فرق؟ يعني في الاتنين إحنا مش بنتكلم على مجتمع مفتوح، ولا بنتكلم على حكم مفتوح يتنفس الهواء مع الناس، أنا بتكلم على في غرف سرية بتصدر منها الأمور في مصر ما نعرفهاش، والقرارات والمواقف والاتفاقيات وبتبقى خارجة من المجتمع المنغلق ده، مطلوب الختم عليها مش مطلوب حاجة تانية بالموافقة. طيب سمة أهل الثقة دي سمة ماثلة جدا، ظاهرة جدا، واضحة جدا. هل ثبت عيون في مصر لا تراها؟ هل بيعتقد أي حد في مصر؟ أنا طبعا هنحي جانبا المطبلطية، ده موضوع تاني، والدببة وده موضوع تاني برضو، أنا بكلم ماليش دعوة بالمطبلطية ولا ليه دعوة بالدببة اللي بتحب صاحبها لدرجة انها تموته. احنا بنتكلم دلوقتي في ايه؟ في ناس حد ادنى كده من الضمير الصاحي، حد متصور في مصر ان الاختيارات بتتم بالكفاءة مش بالولاء وبالثقة أهل الثقة؟ هل في حد ينازعه قلبه بالشك في الموضوع ده؟ الاختيارات كلها ده بممتلئ المباهاة والتباهي، يقول لك بس التقارير الأمنية جاية على المرشحين، تقارير أمنية، التقارير الأمنية كده بوضوح. والأمنية مش معنى إنه إخواني ولا مش إخواني، وزي ما قلت لكم امبارح وأنا مصر وقبل كده وأنا مصر ومصمم، وممكن يجيب مصحف وأحلف لكم عليه إنه اللي في الحكم دلوقتي في الوزارة كلها في الحكومة كلها، لو كان جمال مبارك كلمه في التليفون كان كلهم وافقوا. فما تقولوليش بس اصله ابناء الثورة والثورة وقالت ايه، طب بلاش 30 يونيو، يعني 25 يناير كخة، 30 يونيو لو كان كلهم ما عدا ثلاثة او اثنين كان الاخوان كلموهم في التليفون كانوا اشتغلوا معاهم وبقوا وزراء معاهم برضو برؤساء الاجهزة بكله. وما شفناش احنا في الدولة اطلاقا حد من رؤساء الاجهزة في فترة الاخوان زعل معاهم واتخانق معاهم واستقال رفضا وشمما وكبرياء واحساسا انهم بيخطفوا الباقي، ما شفناش من ده خالص. بالعكس الرئيس السيسي في حوارات كثيرة في خطابات كثيرة كان بيقول انه خدموا الحكم بكل امانة وشرف وبكل إخلاص، وعمرهم ما فكروا كقوات مسلحة إلا بأنه يخدموا بلدهم، وكان عندهم رغبة في إنجاحهم نصا، كلام نص. فأظن أنه الموظفين واللواءات محدش يعمل ثوري علينا لا في مواجهة الإخوان ولا في مواجهة مبارك. فإحنا نتكلم في مجتمع موظفيني، مجتمع جنرالات واللواءات اللي أهل الثقة مش أهل الكفاءة. تاني حاجة في السمات السمع والطاعة، السمع والطاعة قناعة رهيبة عند اللي حكمونا واللي بيحكمونا، فعل ماض وفعل مضارع، السمع والطاعة كأننا دائما أمام إدارة حكم وحكومة وبلد مش عايزة تسمع غير صوت واحد، ولن تقبل بأحد إلا الذي يقدم فروض الولاء والسمع والطاعة. ما كنا ليه ضد الإخوان إذا كان، وليه طول الوقت بنتكلم على إنها جماعة العضو فيها أي فرد فيها أي شخص فيها مطلوب منه إنه يبقى كالميت بين يد مغسلة، يبقى هو العضو في يد المرشد كالميت بين يد مغسلة، إذا كان المطلوب إنه مصر كلها تبقى كالميتين في يد مغسلها، إذا كان مطلوب في المجتمع كله إنه يبقى طائع وطيع ويسمع الكلام ويسقف ويوافق
وينفذ التعليمات وما يناقشش وما يناكفش وما يختلفش وما يقولش لأ وما يزعلش وما يتقمص وما يبيعش ولا يشتري إلا لو أمرنا وما يخلفش إلا لما نقوله وما يتعلمش إلا لما يمشي. هي حالة السمع والطاعة، لأن الروح الأمنية هي التي تسيطر على منطق الحكم وأداء الدولة. الروح الأمنية، الروح الأمنية عايزة إيه؟ عايزة سمع وطاعة، عايزة انضباط وضبط وربط، مش عايزة ناس لمضة مناكفة تاخد وتدي في الكلام، تتناقش وتقول آه أو لأ. لا، عايز أنت خدت أمر وتنفذه ونخلص. فالسمع والطاعة منهج إلى درجة أنه يعني مش لا أحد يطيق أي صوت مخالف أو مختلف، مش أنه يسمعه ويستجيب له، أنه يسمعه أصلا، أنه يبقى موجود أصلا، أنه يبقى موجود أصلا من بابها كده، ويبقى يلا نعمل غلبة السمع والطاعة والصوت الواحد والرأي الواحد والحزب الواحد والتنظيم الواحد. وتشوف ده بسمة واضحة جدا في أداء مثلا البرلمان، برلمان الحكومة ده ولا برلمان نواب الحكومة دول، طول الوقت طول الوقت أي حد على سبيل الغفوة والهفوة يقول شيئا مختلفا يا سيدي، فتخرج عليه الحمم البركانية من الاتهامات بالعمالة كده. اهو ممثلين الشعب اذا كان بينكل بالنواب اللي يعني في حد ادنى من رغبته في انه يبدو نائبا، ويتهموا هم النواب نفسهم مش حد تاني انهم بيهدموا الدولة، وقفوا ضد الشعب ضد الدولة عايزين يهدموا الدولة وعمالة ومش عارف الإساءة ده. عمركم شفتوا حد من 11 واحد أعضاء حزب النور بيمسوا طرف من اتهام أو بيتزعق فيه؟ مش مطلوب خالص غير السمع والطاعة، مش مطلوب إطلاقا في مؤسسات البلد ولا في إعلامها ولا مع شعبها حتى غير السمع والطاعة. فطب يا جماعة فرق إيه الكلام ده؟ فرق إيه عن اللي قبله؟ سؤال بسيط، فرق ايه؟ في فرق لما الناس تتوافق في قضية وطنية كبيرة مدفوعة بمشاعرها الوطنية وبرؤيتها وبإيمانها ان بلدها في خطر، وبين انها تجبر على الاصطفاف او تجبر على السمع والطاعة او تجبر على انها تبقى صدى صوت او تجبر على انها تتبنى رأي او موقف او تجبر على انها تخرس. لا، فرق كبير جدا ما فهموش مؤسساتنا المصرية الحالية الحاكمة، ما فهمتش الفرق بين التوافق الوطني اللي تمليه لحظة تاريخية مهمة في البلد، وبين الديمقراطية والاختلاف وجهات النظر، وانه مش اوامر بتتنفذ، انه مش سمع وطاعة، وانه بالعكس الاصل التنوع والاختلاف، والاصل التنافس والتصارع السياسي والاختلاف عشان نبني بلدنا وعشان نطهر بلدنا من الفساد والاستبداد. ففرق ايه؟ فرق ايه تصرف الاجهزة الحالية عن الجماعة السابقة؟ فرق ايه في السمع والطاعة والولاء؟ فرق ايه في اهل الثقة والمجتمع المنغلق؟ طب تعالى في سمة تالتة مهمة للغاية، فرق ايه في الكلام عن المبررات؟ وانه طول الوقت لو لقيت تصريح واحد لمسؤول واحد في مصر من ثورة يونيو لغاية دلوقتي بيقول انه غلط او اخطأ التقدير او الحكومة مش عارف غلطت او الرئيس المفروض كان يتراجع عن القرار ده بيعمل، لو في واحد مسؤول طلع قال ربع كلمة من دي يبقى لك الكلام. كلهم بيقولوا بلا استثناء نظرية واحدة، ونظرية ايه؟ انه في مؤامرة كبيرة وتآمر علينا، وان البلد بتعاني من مؤامرة، وانه كل اللي اي ضعف يبدو او تراجع او ازمات او مشاكل مردها المؤامرة. طب هذا كلام يختلف كتير
عن كلام الإخوان؟ تعالوا نسمع، لأنه آفت حارتنا النسيان، زي ما قال أدبنا العظيم الراحل نجيب محفوظ، ونحن في ظل ذكراه العاشرة، يعني ذكرى وفاته العاشرة. خليني أسمع محمد مرسي عشان أستعيد معه منهج الإخوان في الكلام عن المؤامرة اللي بتفشلهم، عشان نعرف إنه أخبار إيه مصر دلوقتي وموضوع المؤامرة عليها. تفضل. ليس لا عدوان على حد، ولا استكبار على حد، ولا إعلان حرب على حد، لكن اللي هيحط صبعه داخل مصر هقطعه. إذا حد فكر يعمل كده هقطع الصباع ده. أنا شايف صباعين ثلاثة بيتمدوا جوه. من توافه لا قيمة لهم في هذا العالم. حسبوا أن المال يمكن أن يصنع رجالا، أبدا بتاتا، أو مواقف. المصريين أوعى بكثير جدا من أن يحصل معهم كده. طيب، من الصوابع الأجنبية واللي هتتقطع والحاجات دي كلها، صوابع وبتلعب في البلد طيب، وفاكرين لما وقف برضو وقال لك مش عارف مين بتاع دمياط ولا مين بتاع الشرقية؟ طب خلينا نسمع تاني محمد مرسي وهو بيكلمنا برضو عن المؤامرة. وبالتالي حقكم المصريين كلهم من خلالكم أن أتخذ الإجراءات اللازمة. وأنا بدعو الناس اللي بيتكلموا في الإعلام عشان يثيروا نوع من النعرات أنهم يتقوا الله في هذا الوطن. بلاش نتجر لمساحة. برضو الإعلام وبرضو النعرات وبرضو ماشي، والإعلام ابن 60 في 70 برضو. طيب تعالوا نروح لفيديو تاني كمان في الكلام عن المؤامرات، نسمع برضو كلام عن المؤامرات. تأتي قلة تتصور أنها يمكن بمكر أو كيد بليل أو تعاون مع أعداء هذا الوطن في داخله أو خارجه، وأنا دائما أقول أنه لا يوجد مصري عدو لمصر ولا للمصريين، ولكن قد ينحدر البعض ربما بغير علم فينال جزاءه. لن يسمح لهؤلاء أبدا بخطوة واحدة مرة أخرى لنأخذ مصر إلى الوراء، مش هيحصل أبدا. طيب برضو المؤامرة والقلة اللي هم بيتعامروا علشان البلد ما تطلعش لقدام والبلد ما تنجحش. طيب الكلام أوضح بقى جدا مع خيرت الشاطر كمان فيما يخص علاقة ده بالاقتصاد، المؤامرات اللي بتتعمل علشان تعطل مسيرة الرئيس وقتها طبعا مرسي، والاقتصاد وتأثير برضو الاقتصاد اللي هو وحش وتعبان وإيه. طب تعالوا نسمع خيرت الشاطر. وبالتالي كانت الخطة انه يبقى الرئيس بمفرده بدون مؤسسات سياسية يصبح عاجز عن احداث تنمية اقتصادية حقيقية، مفيش مؤسسات بتسنده، الازمة الاقتصادية بتزداد في البلد، يبقى يقع من نفسه، لانهم الان وهم يتآمرون وهم يريدون افشال التجربة الديمقراطية الوليدة الجديدة في مصر، اللي مصر بتصل اليها بعد سنوات طويلة جدا 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 جدا، وده ما بيسعدش أي طرف من أطراف كتيرة في المنطقة وفي الإقليم، يبقى النهاردة تسقط هذه التجربة وتفشل ونرجع للنظام القديم تاني اللي كان مبني على الاستبداد وعلى الفساد، واللي وصلنا لحالة تخلف النهاردة غير مسبوق، دين داخلي وخارجي الآن 1,180,000,000,000 جنيه، 40% من الشعب المصري تحت خط الفقر، عجز في الموازنة ما يقلش عن 180 مليار جنيه من 560. وبعدين لو حتى العجز ده مش موجود تفتكروا الميزانية بتتصرف ازاي؟ 78% من ميزانية مصر الحالية بتتصرف على 3 بنود. البند الأول المرتبات والأجور، لأن عندنا جهاز حكومي متضخم بشكل كبير جدا فبياخد جزء كبير من الميزانية. برضو الجهاز الحكومي خارج الشاطر برضو ها؟ دعم الطاقة والأكل. البند الثالث خدمة الدين، لانه الدين اللي هو 1,180,000,000,000 مليار معظمه دين داخلي، الجزء الاكبر دين داخلي،
والبنوك كانت تقرض الحكومة في الثلاث أربع خمس سنوات اللي فاتوا بنسب من 12 لـ 14%، وبالتالي التريليون وشوية ده عليه أكتر من 160-170 مليار جنيه بتدفع فوائد للبنوك سنويا. أنا هنا ما بناقش قضية الحلال والحرام، ده أنا بتكلم على الأرقام الاقتصادية نفسها، وبالتالي ميزانية مصر تنفق على ثلاث موضوعات. سمعتوا الكلام ده كم مرة يا جماعة؟ ولا طيب انتاج ولا تنمية. مفيش فلوس تتصرف على الكهرباء، مفيش على المية، على السكة الحديد، على الطرق، على التعليم، على الصحة، لأن يا دوبك الميزانية رايحة للثلاث بنود دول زي ما قلنا. وبالتالي البلد في وضع اقتصادي في منتهى السوء والتردي اللي في الدنيا. فهو بيراهن على إيه؟ يشيل حركة الرئيس. أظن إحنا بنتكلم على يكاد يكون حالة توافق في نفس المنهج وفي نفس الأداء وفي نفس المعلومات وفي نفس التوجه وفي نفس الكلام، مش كده ولا إيه؟ كم مبررات تقدم؟ إما إنه الوضع الاقتصادي اللي هو من مخلفات العصر السابق واللي هو مش عارف، ونحكي على الميزانية اللي فيها مش عارف نصرف الدين والدعم والأجور نفس يعني لا نتحرك خطوة للأمام، إحنا في ساقية في دايرة. ونتكلم على ان المؤامرة في الوضع الاقتصادي ده، هناك من يتآمر ويريد ان يسقط مصر. خد بالك انه في الفترة دي برضه هم خدوا مليارات يعني معونات عربية، والمشهد كله كده. قال لا، ايه اللي اتغير في الكلام عن الاقتصاد؟ ايه اللي اتغير في الكلام عن المؤامرات؟ ايه اللي اتغير؟ بس هو الطرف الفكرة مين الطرف المتآمر هنا بس وبالمناسبة بتسمع دلوقتي برضه مؤامرات انه اطراف النظام القديم واللي عايزين يرجعونا بيقتل دلوقتي، برضه بيتقال دلوقتي، مليونات عصر مبارك بيتقال دلوقتي نفس الكلام. احنا قصاد مشهد بيقول لنا تماهي ولا مش تماهي، تشابه ولا مش تشابه. مش حكيت لكم قبل كده على فكره اللي طلع لنا خمس اختلافات في الصورتين؟ يعني ده كاد نكون على ذات الاداء والتوجه، وبنقول للناس نفس الكلام اللي كان بيتقال برضه. طيب ده يقودنا كمان لتشابه اخر مهم، سمة اخرى تتكرر وبقوة وبدرجة تستدعي فعلا التنبه، العناد. العناد المخلوط بالغرور او الغرور المعاند، والتعالي والاستخفاف بالمعارضة او بالاصوات الاخرى، زي ما كان الاخوان كده بالظبط. مين دي جبهة الإنقاذ ومين القوى السياسية دي الأخرى ومين دول، ويبقى مهتمين بس موقف الجيش. إحنا قصاد الأجهزة دلوقتي نفس الحكاية، مين السياسيين دول الآخرين وإيه الأحزاب دي الأخرى، ومسهم مش مهتمين غير بالإخوان. نفس الحالة التعالي، نفس حالة العناد، الإصرار والتصميم على إحنا نملك الحقيقة وحدنا، على إحنا نملك القرار وحدنا، على احتكار حالة الحقيقة والقرار، والاستخفاف والتجاهل للأصوات الأخرى المقاومة، أعداء أغيار. بقولك مجتمع منغلق، مجتمع هنا منغلق وهنا مجتمع حكم منغلق وهنا مجتمع جماعة منغلق، والمنغلق يرى الآخر أغيارا غير جماعة يبقى أغيار. مين أنتوا عشان تكونوا صح وإحنا غلط؟ مين انتوا عشان تقولوا اراء احسن من اللي احنا بنقولها؟ مين انتوا عشان يبقى عندكم قرارات وتوجهات غير اللي احنا بنقولها؟ مين انتوا وزنكم ايه اصلا؟ وانتوا مين اصلا؟ انتوا بتوع كلام، انتوا مثقفين او افنديه ارازل علشان تقولوا لنا اللي احنا بنعمله صح ولا غلط؟ مش فاهمكم انتوا اساسا، انتوا مين اصلا؟ نفس حاله التعالي وامتلاء الاجهزه بنفسها وباحساسها انها هي اللي عارفه كل حاجه في البلد، وهي المؤتمنة على البلد، وهي اللي فاهمة المخاطر على البلد، وهي اللي عارفة البلد، وهي الأجهزة دي كلها ساعة الجد ما بتلاقيهاش، لأنها مكونة من أشخاص وشخصيات يعني راحوا وجوههم وفضل طول الوقت المستوى مش على درجة يعني من درجات الإبهار. يعني احنا بلد النظام ده كله، النظام المصري ده كله من ساعة صلاة الجمعة يوم 28 يناير 2011 تقريبا النظام كله وقع على المغرب. أجهزة إيه اللي بتكلمونا عنها؟ يعني مش هينفع غير التخلي عن هذا الأداء، منهج الغرور والعناد وامتلاك الحقيقة، والإحساس كمان
ان احنا هنحكم 500 سنة. الاخوان كان عندهم الاحساس ده برضه. فالاجهزة تعتقد انها امتلكت البلد خلاص وخلاص بقى انه يعني تثبت وقدرة وقوة وتمكن وتحكم ومفيش حد خالص نفس المنطق. وربط بقى الاعلام على مش عارف على الاحزاب على على الاقتصاد على ايه على ونمتلك ده ونمتلك ده ونملك بقى ايه عشان احنا ايه 500 سنه. ايه اللي اتغير؟ ايه اللي اتغير في المنهج والاداء؟ يا اخي مش معقول. دي كانت جماعه اقرب ما تكون الى العصابه. واحنا هنا المفروض ناس وطنيين معصورين وطنية يعني طالعين بإيمان حقيقي بالوطن. ليه بنتصرف تماما كالجماعة؟ خش بقى على سمة مهببة أخرى وهي سمة الشتائم. يحزنني ويؤسفني ويؤلمني ويوجعني أن الدولة المصرية بكل عراقتها وعمقها في التاريخ بكل حضارتها أن يبقى فيها مؤسسات بتعمل كتائب إلكترونية ترمي زبالات وقمامة أخلاقية على المختلفين والمغايرين. ده الكلام ده اللي احترفوا واللي عملوا واللي أسسوا واللي أصلوا الإخوان واللي مارسوا واللي اشتغلوا الإخوان. فإذا بينا نحاكي الإخوان في بزاءاتهم وفي تراجع أخلاقياتهم وفي شتائمهم وفي انتهاكهم للخصوصية وللأعراض. إيه للدرجة دي؟ طول الوقت يقول لك كتائب بتاعت خيرة الشاطر وعارفين احنا كتائب الإخوان الإلكترونية بقينا احنا واخدين كده؟ الدولة بجد أدراها بتصرف على ده؟ وشي ترند مش عارف ايه وتويت كلام كله باين فاضح مفضوح رخيص وبسك عليه على طريقة خالتي فرنسا. كانوا بينزلوا خالتي فرنسا الستات اللي يتطاولوا على المعارضين او يحتكوا بالبنات او السيدات او يحصروا رقابة الصحفيين وكمان في المجتمع الالكتروني شتائم وبزاءات وقلة ادب وتطاول على اي حد يقول اي رأي مفهوش رأي دببة أو متبلطية. وصلنا بلد كده تعمل كده في نفسها مؤسسات كبيرة محترمة وطنية بيصرف عليها الشعب المصري تعمل كده؟ تلجأ للأسلوب الرخيص ده وبالامتداد ده وبالإمعان ده؟ إيه ده يا ربي؟ معقولة؟ إيه اللي اختلف؟ طيب مرة أخرى إذا كان تناقش الإخوان يشتمك تناقش المؤيد للنظام يشتمك، طب ايه الفرق؟ ايه الفرق؟ ايه الفرق؟ ايه الفرق؟ يبقى انا يبقى ايه اللي فرق بينهم؟ شتامونا جميعا. ما حتى درجات البزاءة مفتوحة بشكل مطلق. ثم سمة أخرى خلينا نتكلم فيها إنها سمة مشتركة عجائبية شوية. يعني السمة مقسومة اتنين فولة وانقسمت نصين اللي هي ايه؟ العجز عن تسيير حياة المواطنين اليومية والعلبة فيها فيل في نفس الوقت. يعني ايام الاخوان ازمات لا تنقطع بنزين على كهرباء على 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 فهم يبقى في عجز على تسيير حياة المواطنين اليومية. طبعا يقول لك اصل بسبب انه الاجهزة اصل مش عارف ايه ويعني اهتراء عام في الاداء. يعني احنا دلوقتي قصاد مشاكل يومية وعجز عن تسيير حياة المصريين اليومية قولا واحدا. كل يوم مشكلة. لو عديت لك انا في الثلاث شهور الاخرانيين دول كم مشكلة بجد كم مشكلة بجد متعلقة بقوت المصريين وبحياتهم اليومية سوف تذهل. سيبك بقى من الحرايق والغرق والحوادث ده موضوع تاني. بكلمك في المشاكل اللي هي تحت إدارة الدولة. أسعار سلع تموينية رفع أسعار خدمات كل المشاكل دي بقولك خلال شهور أخيرة
حكومة عاجزة عن تسيير حياة المصريين يوميا، ومع ذلك الاثنين بقى هم مشاكل طول الوقت، هم الاثنين. لكن وما بقولك السمة متوافقة تماما، لكن مع الاثنين برضو العلبة فيها فيل. فتلاقي الاخوان يقول شفت القمح لما الرئيس المبارك مش عارف حصل المرشد يطلع يقول لك شوف خير وبركه، والقمح بقى ايه اللي هو الكذب بتاع باسم عوده، هو نفسه كذب خالد حنفي، القمح زاد ولا مش عارف ايه تيجي تتكلم العلبه فيها فيل. 175 مليار دولار استثمارات مش عارف ايه، فين يا ابني الكلام ده؟ التاني يقول لك ده 200 مليار دولار جايين استثمارات لمصر نتيجة الرئيس المؤمن المصلي المتوضئ الملتحن. نفس المشهد براحة شوية. يعني كيف تتوافق حالة العجز عن تسيير حياة المصري يومية بحالة العلبة فيها فيه، وانت المفروض تصدق انه في اعجازات واساطير واشياء رهيبة، وان حياة المصريين مش كل مصري ماشي يعني راكب مرسيدس او بيدخن سيجار او بيدخل ولاده مدارس، مش معقول. في الحالتين في اي مستشفى اتغيرت؟ في اي حال مستشفى اتغير في مصر؟ بلاش مستشفى، في اي مستوصف اتغير؟ مدرسة، مناهج تعليم؟ لا، ما حصلش حاجة من دي. مشروعات حاجة ممتاز، لكن مش العلم، مش عشنا المجد والدنيا والاساطير فبقولك سمتين. بص كده تأملهم هتلاقي تشابه في الاداء صعب تجاوزه. ومن ثم نستطيع ان نقول ان هذه اللحظة لحظة الشعب المصري بامتياز، اللحظة اللي الشعب المصري لابد وان يدرك ويعي بوضوح انه هذه الازمة ازمة سياسية مش ازمة اقتصاد. سياسة البلد اللي فيها مشكلة سياسة شبيهة بكل ما عشناه في 64 سنة اللي فاتوا، سياسة لا يمكن ان تستمر في طريقة اختيار الشخصيات ولا المسؤولين ولا صناعة القرار، لا يمكن. لم يحدث انه في دولة عاشت بهذه الطريقة في الحكم وتقدمت ونمت وتطورت وعاش مجتمعها في رفاهية او انتقل الى حالة من درجة العدالة الاجتماعية، مفيش، ما حصلش. وسبب وقلت لكم اصل الموضوع كقوانين الطبيعة، كما تشرق الشمس من الشرق وتغرب من الغرب، وهو ان المجتمعات الديمقراطية فقط هي التي تتقدم اقتصاديا ومجتمعيا. المجتمعات الديمقراطية التي لا تمتلك رئيسا مؤلها او منزها عن الاخطاء او منزلا ومنزلا من السماء او لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، وتمتلك حكومة يستطيع ان يناقشها ويختلف معها ويغيرها الشعب والبرلمان، وتمتلك برلمانا حرا صادقا ديمقراطيا وليس مصطنعا ولا مصنوعا ولا مزيفا بالاختيار مش بالتصويت. المجتمعات الديمقراطية هي اللي بتتقدم وبس. كل المجتمعات الاستبدادية فشلت في كل تجارب التاريخ في 2016 سنة فاتوا، دي حقائق الدنيا والطبيعة. وأن الحرية هي التي تصنع التقدم، وأن الشفافية التي تصنع التقدم، وأن الديمقراطية التي تصنع التقدم، لا شيء آخر. هذه حقائق الطبيعة الإنسانية. لعلنا جميعا ندرك ذلك ونعي أن هذه اللحظة تتطلب منا جميعا أن ننتبه وأن نستطيع أن نغير ما بأنفسنا، لأن ما وصل إليه المجتمع المصري الآن من ضيق اقتصادي ومن ضيق في التنفس لا يسمح بأن نصمت ونظل مصممين مصرين على طريقة فاشلة لا تؤدي إلا إلى فشل. إلى فصل. محكمة الضمير.
موقع أمريكي نشر النهاردة أنه الأطفال الأقباط اللي حكم عليهم في قضية ازدراء أديان في فبراير الماضي بمصر، اللي هم مولر عاطف داوود وألبير أشرف وباسم أمجد وكلينتون مجدي، موجودين الآن في سويسرا، هربوا خارج مصر وخدوا تأشيرة دخول إنسانية لسويسرا، والولاد نفسهم قالوا للموقع انه فترة الشهور اللي فاتت دي كانوا في العاصمة اسطنبول في تركيا. لما اشوف الخبر ده اقلق كمصري جدا، وكأدارة حكم وكحكم وكمؤسسات تاخد بالها هي بتعمل ايه في مصر. بنعمل خطايا مش خطيئة ومش جريمة، بنعمل ومش خطأ، بنعمل خطايا. لما تشوف حكم على أطفال 15 سنة طلبة مدرسة لكونهم أقباطا، عملوا فيلم فيديو بيهزروا بيتهكموا أي اللي هو غلطوا ما غلطوش، حاجة بتاع 20 ثانية 28 ثانية اتفهم منها، انت لما تشوف 28 ثانية لا يمكن تفهم منها لو انت انسان سوي انهم بيسخروا من مظاهر الدين الاسلامي، لا يمكن لو انت انسان سوي، لو انت انسان مش سوي اللي تشوفه بقى، انما انه ده يتهموا بازدراء الاديان ويحاكموا ويتحكم عليهم بخمس سنين سجن. فهربوا الولاد، مشوا وخرجوا برا مصر. انا بتساءل هو لو كانوا نفذوا الحكم ودخلوا السجن، الاطفال دول مضطهدين داخل قريتهم وداخل مجتمعهم وداخل مدرستهم ومتهمين بانهم اصدروا الدين الاسلامي، ما بالك بقى لو كانوا دخلوا السجن كانوا عملوا فيهم ايه؟ السجانين والمساجين. بالمعيار الإنساني الطبيعي، تجرد من كل عواطف ومشاعر يعني طائفية أو متعصبة أو متطرفة، وبصها كبني آدم طبيعي إنسان كده بني آدم، وانت عارف أحوال السجون وعارف أحوال البلد وعارف ولاد أطفال زي دول في مجتمعهم نفسه أصيبوا باللعنة أنهم إيه، وهم دول طلعوا اللي بيضطهدوا الإسلام ودول اللي بيعادوا الدين الإسلامي ودول اللي بيصدروا الدين. يا خوار أبيض يا خوار بالكم ثانية دول، وبعدين بيتحكم عليهم بخمس سنين سجن. يعني طب لو كانوا حتى دخلوا السجن وقضوه على كل ما فيه من يعني أحداث وخرجوا، هيعيشوا في قريتهم إزاي؟ ده ناس محكوم عليهم حكم قضائي بأنهم اصدروا الدين الإسلامي، هيعيش هيخش يرجع مدرسته ازاي؟ يرجع قريته ازاي؟ هيعامل ازاي من هؤلاء اللي معاهم حكم ان ده مش دار الدين؟ طب بلاش يسيب البلد لقرية ويروح مكان تاني، واول بقى ما يتعرف انه ده فلان ولا علان اللي محكوم عليهم وخارجينه اصدروا الدين، هيفضلوا لاحقوا في سنهم الصغير ده بهذه التهمة، يعني وكأنك ألصقت عليهم دائرة استهداف بالقتل، زي ما انتوا عملتوا بالظبط مع إسلام بحيري. على فكرة هيخرج إسلام بحيري ربنا يفك سجنه وهو حر، ورغم انه مسجون هو حر عقل حر، هيخرج وعليه دائرة الاستهداف ان اي متعصب متطرف متسلف مجنون الراجل محكوم عليه بانه ازدراء الديانة. عشان تعرفوا القانون بتاعكم يعمل ايه، عشان تعرفوا القانون ده بتاعكم اللي هو مجلس النواب مش عايز يعدل فيه عشان يتطابق ويتماشى مع الدستور، ومستعدين يطبقوا هذه المادة غير الدستورية والسجن غير الدستوري، لانهم هم كده هم سلفيون، من يحكمنا سلفيون ومتعصبون قولا واحدا
واللي حرر المحضر واللي عمل ده مع الاطفال الاقباط هو بتاع المباحث اللي هو بالمناسبه قانون عدم بناء الكنائس ده طالب من المباحث ولا هيوقف الجهات المعنيه. دي الجهات المعنيه فتفضل جهات امنيه ويفضل طول الوقت المواطن القبطي مش مواطن ده رعايا تبع الكنيسه والكنيسه اللي تقول اراها وتمشي على الرعايا مش مواطنين ومش مواطنه لا لا ولا دستور ده طائفه يتقدم رئيس الطائفه يتقدم بالطلب لمين في الكنيسه اللي بتاع المباحث ده اللي حرر المحضر واللي قبض على الولاد واللي حوله ايه علشان عمله مش عارف 5 ثواني اصله شافها ازدراء الاديان ويتطبق على قانون بيسجن اطفال بهذه التهم. يقول احنا بننفذ القانون، نفذوا القانون، وكم من قانون ظالم، وكم من قانون غاشم، وكم من قانون لا يمكن ان يكون قانونا. اللي قننه هو المسؤول واللي مستمر في تقنينه هو المسؤول. وانا بقول لك ده المنطق والمنهج الذي يحكمنا السلفي الوهابي كمان. السلفي والوهابي، انا لا اريد ان اشق قلوب احد لكي افتش فيها ولا معنيا بذلك، انا معني في التصرفات في الممارسات. دي تصرفات وممارسات لا تقول إلا شيئا واحدا قاطعا حاسما فاصلا جازما، إن هؤلاء سلفيون. من يحكمنا؟ سلفيون متعصبون يؤمنون بياسر برهامي ومحمد حسان شيخا وواعظا ومرشدا، ولا يتصورون أبدا أن الدين الإسلامي بريء من هذه الأفكار الحمقاء المتحابقة المتطرفة المتسلفة. ثم بقى الناحية التانية هيقول لك والغرب، ولا مش غرب إيه؟ اقنع أنت أي بني آدم طبيعي إنه في عيل حتى ولو غلط وبيعمل 10 ثواني ولا 5 ثواني فيتحكم عليه ب5 سنين سجن يبقى ده حاجه عاديه. واقنع بقى انت مواطن سويسري انك بتسجن عيل عمره 15 سنه 5 سنين عشان اصله قال حاجه ولا مثل حاجه ولا اومأ بشيء. في البعض تصور انه اساءه للدين الاسلامي فبسجنه، ويبقى مش اضطهاد ليه؟ اضطهاد. واي حد صاحب منطق وعقل هيقول يوصفه كده في الغرب ده اضطهاد. عيل ايه اللي هياخد 5 سنين سجن دي؟ اساسا ايه اللي الناس اللي تتسجن عشان ارائها دي؟ الناس اللي تتسجن علشان ثانيتين ثلاثة دول ده فين ده؟ عندنا. عندنا يا استاذ. ليه عندنا ليه؟ عندنا علشان احنا عندنا ازدواجية. احنا بيدعوا بيزعموا بيكذبوا ويقولوا ان هم بيواجهوا الارهاب والتطرف وهم يدعمون الارهاب والتطرف. هم بيواجهوا امنيا الناس الحقيقه يعني وتنظيمات وبتاع وكده، انما في الفكر هم فكرهم سلفي ارهابي. ايوه دوله مصر جمهوريه مصر العربيه مسؤولوها وحكامها يعتقدون ان شيئا عاديا وطبيعيا أن يسجن المرء لرأيه وأن يمنع المرء عن حريته في التعبير عن رأيه، ولكن الدستور يقول حرية رأي وتعبير، بل ويقول حرية عقيدة. أي دستور تتحدث عنه يا فتى؟ دستور إيه؟ دستور محنط ومداس من أجهزة ومسؤولي ومؤسسات الدولة. أي دستور هذا الذي تتكلم عنه؟ هم لم يروا في الدستور إلا وثيقة تمر كي تجرى بعدها انتخابات. ده ما لم يروا فيها إطلاقا وثيقة لأمة ولا دستورا لشعب. أقول لك ما قد يفاجئك وما قد أقسم على أنه صحيح وحقيقي، هم لم يقرأوا الدستور.
وأتحدى إذا كان قروا باب الحكم في الدستور أصلا، مش باب الحريات، باب الحكم، شيء موجع مفجع. ومش عايزين العيال يهربوا، ومش عايزين يقولوا بره اضطهاد. يلا فاصل. الجانب الآخر من الرواية. السكر محصول استراتيجي، تعاني مصر في الأيام الأخيرة عجزا واضحا في كمياته المطروحة في الأسواق، وذلك بسبب فجوة بين الإنتاج المحلي والمستهلك تصل إلى 900,000 طن، حتى أن سعر كيلو السكر تجاوز في الأسواق حاجز 8 جنيهات، بعدما كان سعره الطبيعي 5 جنيهات فقط. وبينما تؤكد وزارة الزراعة أنها تتبنى استراتيجية متكاملة للتوسع الأفقي والرأسي في إنتاج السكر من البنجر لتحقيق الأمن الغذائي من السكر، يتقلص حجم الإنتاج السنوي لمحصول القصب والبنجر في مصر، وتتزايد الفجوة سنوياً، بعدما كانت لا تتجاوز 700,000 طن خلال العام الماضي، وذلك نتيجة تحويل المزارعين أراضيهم إلى زراعة الموز لتحقيق هامش ربح بدلاً من الخسارة التي يحققونها مع زراعة القصب والبنجر. وبين عشرات المشكلات التي يعددها مزارع قصب السكر منذ عدة أشهر دون أدنى استجابة من الدولة لرفع سعر استلام طن القصب من 400 جنيه إلى 500 جنيه حتى مع مطالبات أعضاء مجلس النواب، فضلاً عن تأخر صرف مستحقات المزارعين التي بلغت العام الحالي 800 مليون جنيه، سوف تظل مصر معرضة لارتفاع أسعار السكر بشكل دائم في ظل تحكم التجار والمستوردين في قرابة 35% من المطروح في السوق. فهل تستجيب الدولة إلى شكاوى مزارعي قصب السكر في صعيد مصر وتلتزم بواجبها تجاه الحلقة الأضعف في المنظومة لحساب التاجر والمستورد والمصنع، وتعمل بشكل حقيقي على نقل التكنولوجيا الحديثة لهذه الزراعة للنهوض بإنتاجيتها وترشيد استخدام المياه وتشجيع الاستثمارات في إنشاء مصانع سكر جديدة في مناطق زراعته بالأراضي الحديثة لتقليل الهادر في النقل بين الزراعة والتصنيع؟ إذن هي أزمة أخرى من الأزمات التي تتعرض لها مصر بشكل دوري يومي تقريباً، وهي أزمة السكر هذه المرة. السكر هذه المرة ووجوده وأسعاره. خلينا نرحب بضيفينا خبيرينا لهذه الليلة، المهندس عبد الحميد سلامة رئيس شركة دلتا لصناعة السكر، أهلا بيك فندم. أهلا منورنا سلامة. والحاج محمود سلامة نائب نقيب الفلاحين، أهلا بيك حاج محمود منورنا. الله يكرمك. طيب خلينا نقول إنه التقديرات إحنا 70% اكتفاء ذاتي، يعني بننتج ما يقارب ب 70% مما نحتاجه من السكر. أيه. بلد بتنتج 70% من اللي تحتاجه من السكر وعندها أزمة سكر، عندها أزمة في الكمية وفي الأسعار، خصوصا لما يبقى من شهور فاتت كان في شكاوى من مصانع السكر مقدمة إلى وزير التموين إنه في راكد قرابة 2 مليون طن في المصانع لأنه في اعتماد على الاستيراد، فإذا بينا من وجود 2 مليون طن مخزون إلى معاناة وأسعار مرتفعة. أستاذ عبد الحميد تفسيرك إيه؟ هو الحقيقة إذا كنا هنتكلم عن موضوع السكر في مصر هو موضوع كبير أوي، يعني قصب وبنجر، يعني أنا أقدر أقول لحضرتك إحنا مساحات القصب إيه ومساحات البنجر إيه؟ ما أنا هقول لحضرتك باختصار شديد لأن أنا اشتغلت هنا وهنا ومدة طويلة أوي. جميل. في القصب وفي البنجر، كنت رئيس شركة سكر قصب قبل كده وأنا رئيس أول شركة بنجر دلوقتي في موجودة في مصر. إحنا في مصر بنزرع 300,000 فدان قصب و 500,000 فدان بنجر النهاردة. بيزرعهم 300,000 مزارع قصب و 300,000 و 500,000 مزارع بنجر. يعني متوسط الملكية عندنا الزراعية في مصر فدان.
الانتاج بتاعنا النهارده يعني انا الانتاج زمان مثلا كان في ايام حرب 73 كنا بننتج نص مليون طن قصب. القصب بياخد حوالي كان بيكفينا افندم كان بيكفينا في لغايه حرب لغايه حرب 73 كان نص مليون طن سكر قصب وبيكفينا. وكانوا اربع مصانع اللي موجودين. النهارده احنا عندنا 8 مصانع قصب اللي هم بنجيبهم من الصعيد. ادفو، كومومبو، ادفو، ارمانت، اوس، نجا حمادي، دشنا، ابو رقاص، الحمديه، جرجه. ادي المصانع القصب ومصنع تكرير في الحمديه. دي تبع شركه السكر والصناعات التكامليه. انتجوا كام؟ ما انا هقول لحضرتك. دول بينتجوا حوالي 1.1 مليون طن قصب. البنجر عندنا 6 شركات اللي هي اولهم الدلتا والدقهليه والفيوم والنوبارية والنيل بتاع ساويرس واسكندريه اللي هي تبع لصابولا. دول 6 شركات النهارده الثمانيه السكر كلهم قطاع عام؟ كلهم قطاع عام. البنجر فيهم 2 قطاع خاص. 2 قطاع خاص اللي هم ساويرس النيل وصابولا اللي هي اسكندريه. دول بننتج دلوقتي حوالي 1.3 مليون طن سكر بنجر وبيزرعهم حوالي 500,000 فدان. احنا تحولنا من قصب وقلنا بنجر ليه؟ لان القصب بياخد ميه كتير، المساحه في الصعيد محدوده وبياخد حوالي 10,000 متر، البنجر بياخد 3,500 متر ميه. فعشان كده قلنا القصب بياخد 12 شهر في الارض، البنجر بياخد 6 شهور. طيب. من 6 إلى 7 كويس. يعني 200 يوم تقريبا احنا بنقول. انتاجنا عادة زي ما بنقول قرابة 3 مليون طن كده. لا الانتاج 2.4 اللي احنا قلناهم ان هم 1.3 بنجر ومليون واحد من عشرة قصب، يعني 2.4 مليون طن كانتاج. الاستهلاك بتاعنا من 3 لـ3.2 عجز من 500 لـ700 ألف طن. يبقى عجز لما اقول من 2.4 لـ3 يبقى 600، من 600 إلى 800 ألف طن. ده عجز اللي بستورده، اللي هو مفروض نستورده. اللي هو مفروض نستورده اننا نستورده. كويس ممتاز. يعني هو المفروض ان انا الفجوه بين الانتاج والاستهلاك استورده. كويس فقط. اللي بيحصل ايه بقى؟ هقول لحضرتك. هنجيبها كده، بلاش نجيب من سنين طويله، هنجيب السنتين الاخرانيين. كويس. 14 و15. جميل. في 14 بدل ما نستورد 600,000 ولا 700,000 اللي هم الفجوه، ايوه، استوردنا 1.3 مليون طن. تقريبا الضعف. تقريبا الضعف. ليه؟ السكر بره كان بيجي هنا ب 3000 جنيه و 3200 جنيه الطن. احنا تكلفتنا هنا فوق ال 4000. تكلفتنا فوق ال 4000. في 2015 نفس الكلام، السعر بره 3200 3500 ماكسيمم، واحنا برضه تكلفتنا زادت عشان الغاز زاد من 2 دولار ل 5 دولار ومش كل الكلام ده، فالتكلفة زادت شوية إلى 4.5 عندنا. ومع هذا برضه جبنا 1.3 مليون طن. طب أنا بس عايز أفهم، واحنا لما بيستوردوا ده بيقلل كمية الإنتاج المحلي ولا ما بنقللش؟ ما بيقللش كمية الإنتاج. يعني حضرتك أما بدك، طب أستورد ليه؟ ما أنا هقول لحضرتك. ما هي أستورد ليه دي هي المشكلة بتاعتي. يعني لما يبقى عندي 2.4 وأنا عاوز 600 700، أما تجيب لي رخيص وتجيب 1.3 مليون، أنهو اللي هيتباع؟ الرخيص اللي هيتباع. وأنا سكري يستنى ما ببيعوش. صحيح البركة. انا سكري قاعد. فالكلام ده اتكرر. سكري قاعد، ففلاحين ما بياخدوش فلوسهم ومصانع مش شغاله. لا هي الفلاحين ما بياخدوش فلوسهم دي في موضوع القصب بس. لان الدوله هنروح لنقيب النائب نقيب الفلاحين لان هي ده القصب. البنجر لا، البنجر بياخد فلوسه بعد اسبوع. حتى كويس. من شركتنا
يعني عشان في منافس قطاع خاص ولا علشان البنجر شغال احسن؟ ما انا بقول لحضرتك حتى لا هي طب خلينا نروح لموضوع الفلاحين ياخدوا فلوس ونجيب في مرحله لاحقه. لسه بنكمل دلوقتي السؤال ليه نستورد 1,300,000 طن بينما اللي احنا محتاجينه 700 فنغرق السوق بالسكر الرخيص. هو بس معلش حضرتك يعني انا عاوز اكمل حته صغيره. طبعا اتفضل. ده هو ليه بنستورد الكلام ده، لكن بدافع المزارع والكلام ده هو في نقط كتير قوي. احنا السنه دي في 2016 بقى حصل العكس. ازاي؟ السكر وصل بره النهارده الى في البورصه الى 7000 جنيه البرازيل منتج كله. رئيسي و... كله كله البرازيل يعني البورصه السكر بورصه قصب وبنجر بورصه 7000 جنيه اللي كانوا كل البهوات اللي كانوا بيجيبوا سكر ايوه ما جابش طبعا هيجيب ازاي بسبعه وانا هنا تكلفتي 4.5 وببيع بخمسه فما بيجيبش اللي اكتر من كده ان جزء من الانتاج المحلي اتصدر جزء جزء صغير من خلال بعض شركات قطاع خاص صدرت 250,000 طن منتج السنه دي انتاج عشان رخص عن المنتج الخارجي عشان بره غالي وهنا رخيص صحيح دلوقتي السكر بره ب 7000 واحنا هنا بخمسه فاللي بيبعت بره دلوقتي يكسب فاحنا لحقنا يعني الحقونا يا ناس فلحقونا بس بعد ما اتاخر شويه تصدروا كان 250,000 طن وعملوا رسم جمارك على التصدير 900 جنيه فوقفت شويه انتاج السنه دي القصب والبنجر في 2016 نزل 300,000 طن يعني متوسط محصول القصب متوسط محصول البنجر السنه دي نزل حوالي 10% عن يا معاكسه ليه معنى قوي كده؟ ليه؟ ما هو ليه دي انا ما اعرفهاش لا انا اعرف الزراعه تعرف انا طيب. هقول لحضرتك هنروح لحاجه محمود ورد على النقطه دي اتفضل نقولها بس من يعني لان ما نقولهاش نقولها بس ما نقولهاش لا مش ما نقولهاش نقولها بس ما احنا هيبقى في كلام كتير عليها قوي لان انا بكلمك على ان انا لا بقول على ده مين ولا ده مين وده مين انا اي واحد في, في, في اي حته انا في حاجه غلط بقولها له طيب انت عارف يعني ففي كلام كتير قوي وشماعات كتير قوي بتتقال وكل الكلام لكن اسمعها ما فيش مانع انت متخيل ان الحاج محمود يقول شماعات لا يقول الحقيقه لا مش الحاج محمود لا انا حضرتك ما دخلنيش في الحاج محمود ايه صوت الفلاحين بينما القصب او السكر بيغلى اذا بينا بالانتاج بيقل. ايه اللي حصل في موسم 2016؟ اللي حصل احنا عندنا حاجه اسمها مجلس البحوث مجلس بحوث المحاصيل الزراعيه. اولا كده مبدئيا بيتقاضى على كل طن بيورده الفلاح جنيه. من 17 ل 20 مليون جنيه بيتقاضوهم سنويا. علشان يعملوا ايه المفروض للفلاح؟ يساعدوه في الارشاد يزود المحصول. تمام يسهلوا له التسليم ويسهلوا له انه ياخد فلوس كويس ما بيعملوش حاجه من الكلام ده خالص بس بياخدوا فلوس هم مين اللي بياخدوا الفلوس هم بياخدوا من 17 ل 20 مليون بيوزعوا مكافآت على الساده المحترمين وان شاء الله الفلاح يموت ومش شغلين نفسهم بيه والمفروض شغل المجلس الخاص بالبحوث السكريات المحاصيل السكريه شغلته يزود الانتاجيه احنا عندنا البنجر السكر الفلاح الشاطر بيطلع 17 طن من الفدان مع انه المفروض يطلع 30 طن بشغل دكاتره الزراعه النظيفه الدكتور رضا النحراوي وسعد الشال و10 دكاتره في جامعه المنيا شغالين ليل نهار على الموضوع ده والحكومه مغمضه عينها 31 مش سائله فيهم 31 دي ايه يعني اخر يعني خلاص مغمضة عين 31 ده يعني قفلها خلاص جت في 31 دي بس كويس جديده يعني تمام احنا المفروض احنا عندنا حاجه اسمها التعاونات اللي هي الجامعات الزراعيه لا تتعاون مع الفلاح خالص عكس مسماه مش سائلين فيه بقى بيعملوا له محاضر بس
السيد المشرف الزراعي ولا المرشد الزراعي ما عادش بروح للفلاحين خالص نهائي. احنا سبب ده هو سبب انتاجية اقل السنة دي ولا سبب عموما وعزوف الفلاحين بسبب انه راجل بيزرع وما وفي الاخر ما بلاقيش مقابل وكل واحد ماسك بيزنس مقابل ازاي. الاستاذ عبد الحميد بيقول لنا ان مزارعي البنجر بياخدوا فلوسهم بعد اسبوع من التسليق. يا فندم 17 طن للفدان ما بحققولوش الايجار يعني ما تقصد العائد مش مجزي. العائد مش مجزي. احنا لو ساعدنا الفلاح ووصل انتاجه ل 30 طن في الفدان والقصب ابو 35 عمل 60 مش هنحتاج نوزع الرقعة الزراعية عشان ما نأثروش على المحاصيل التانية ونرجع نلطمه ونقول له ده ما فيش رز ده ما فيش فاصوليا ده جار على ده ده جار على ده. بس حضرتك بتقوله حاج محمود أسباب عامة مهمة جدا فيما يخص الزراعة لكن مش موضحة ليه عجز 300,000 طن السنة دي في زراعة القصب السكر عزوف الفلاحين السكر والبنجر عزوف الفلاحين عن الزراعة. هل ده التفسير اللي بتعتمده استاذ حميد ولا في تفسيرات اخرى لا بتتقال؟ لا يعني هو انا عاوز اقول حاجه عشان نبقى واضحين. زي ما قلت لحضرتك احنا عندنا 300,000 مزارع قصب و500,000 مزارع بنجر بيزرعوا 500,000 فدان بنجر و300,000 فدان يعني متوسط الملكيه ايه فدان. خلينا نتكلم بقى. الراجل اللي بيزرع فدان ده احنا هنا تمن البنجر وتمن القصب اكتر من العالم كله في السعر من 30-40% سواء قصب او بنجر. انا مش بقول الكلام ده علشان المزارع، لا المزارع غلبان. يعني انا بحسبها له ازاي هنا؟ بحسبها له ان هو ملكيته فدان. الفدان ده بيجيب حقول 40 طن قصب. وهقول احنا ابتدينا البنجر سنة 81 كان بيجيب 12 طن للفدان. النهاردة بنوصل لعشرين لتسعتاشر لتمنتاشر في مناطق مختلفة. الفيوم يمكن بتدينا اكتر 22 ولا بتاع ده على حسب الاراضي والكلام ده. لكن انا باخد الكلام ده لانه بيزرع ايه؟ بيزرع يدوي. الفدان ده ما بيقدرش يزرع ميكنة برا اوروبا مثلا. اي مصنع في اوروبا بيتعمل ازاي؟ بيبقى فيه 300 مزارع من 300 الى 400 مزارع هم اللي بيزرعوا البنجر وهم اصحاب المصنع. ال 300 400 مزارع دول كل واحد فيهم عنده 200 هكتار 300 هكتار 400 هكتار يعني كلام هكتار فدان وربع فدانين فدانين الهكتار فدانين وربع فدانين وربع فيعني المساحه رهيبه. تمن البنجر عندنا النهارده 300 جنيه اساسي 120 جنيه علاوه التبكير بياخدوها في العروه المبكره دي وبعدين تنزل تدريجيا من العروه اللي هو ميعاد الزراعه يا جماعه ميعاد اغسطس دي وباخدها في 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 فبراير. حضرتك قلت لي ان احنا بنزرع في اغسطس سبتمبر اكتوبر بنجر وببتدي في فبراير ومارس وابريل ومايو ونص يونيو في اللي باخده في فبراير اللي مزروع في اغسطس وجزء في مارس. لا مارس بينزل بقى شويه يعني ال 120 جنيه بتنزل 110 100 100 اللي هي مكافاه العروه المبكره اللي هي بنسميها علاوه التبكير. ده احنا اخترعناها هنا دي مش موجوده في حته اخترعناها في مصر عشان يزرع بدري ويديني لان هو كان عاوز بيزرع قطن والكلام ده كان زمان فاحنا عاوزينه نستقطب. 300 زاد 120 يبقى 420 ده في الاول وبعدين بتنزل تدريجيا يعني 110 جنيه كل 10 ايام. في حاجه ثانيه بياخدها اللي هي التقاوي. انا بجيب التقاوي ما فيش تقاوي عندنا البنجر في مصر فاحنا بنجيبها من اوروبا بالعمله الصعبه. بنجيبها مين المصنع ولا بنجيبها مين؟ احنا بنشتريها ولا مين؟ لا بنشتريها احنا كمصنع على حسابنا. ايوه للمزارع بنجيبها عن طريق الهيئه الزراعيه عشان يبقى كله مشترك فيها. بس احنا اللي بندفع الفلوس. تمن الكيلو التقاوي
احنا بنحسبها على المزارع ب 120 جنيه وانا بجيبه ب 300 حاليا يعني في دعم للدي وفي دعم بننقل. في تاني بقى بالنسبه للبنجر دعم تاني اللي هو احنا بنحسب 16% سكر، يعني هو في حاجه دمها خفيف شويه. المفروض ان احنا في العالم القصب او البنجر اللي داخل بيتحلل نسبه السكر اللي فيه قد ايه وبديله فلوس على قد نسبه السكر او نسبه الشوائب. بالنسبه للقصب كانت ماشيه دي عندنا لغايه بعد الثوره 52 والكلام ده لغينا موضوع التحليل وبقى على القصب كله، بقى القصب كله ما فيش غير الشوائب بس ال 2% اللي هي. لكن بقى على القصب كله بياخد عليه 400 جنيه مثلا دلوقتي من غير تحليل. البنجر بحلله 16% حد ادنى، ال 16% بياخد 300 جنيه. لو جاب 17 بديله 25 جنيه زياده. لو جاب 18 في التحليل بديله 25 جنيه زياده، يعني كل بنط حلاوه بديله 25 جنيه زياده. احنا متوسط السكر في البنجر على مدار السنه 18 فبيبقى فيه 50 جنيه تقريبا. المهم مش دي اللي انا عاوز اقوله، لا احنا لسه عايزين نعرف الحصيله بقى يساوي كل ده كام. هقول لحضرتك ما هي اللي انا عاوز اقوله بس وعاوز اسمعه من عندك هنا. المزارع الغلبان بتاعنا هنا اللي بياخد ده هنا، يعني اللي بياخد بيحصل في البنجر متوسط تقريبا على مدار عام من 400-450 جنيه فدان الطن بره 25 يورو، يعني كام؟ يعني 250 جنيه. القصب هنا 400 جنيه وبره 25 دولار في البرازيل ما يعادل ف 250 جنيه، يعني هنا في 30-40% زياده في الدفع. احنا عندنا التكلفه تكلفه زراعيه وتكلفه صناعيه في تكلفه السكر. التكلفه الزراعيه هنا في مصر زياده 30-40% عن اي دوله في العالم، والتكلفه الصناعيه لا. بس مش بقول الكلام ده عشان المزارع بتاعنا يحمد ربنا اللي هو فيه لا ويسكت غلبان. ليه؟ هقول لك. المزارع اللي بيدي 37 طن الى 40 طن قصب ب 400 جنيه يبقى كام؟ 16000. ال 16000 بيزرع بي 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 بيصرف منهم على الاقل 50%. 50% منهم يبقى 8000. اما اقول 8000 التانيين على ال 12 شهر يبقى 700 جنيه في الشهر. في الشهر. انا اروح للحاج محمود هنا ونترجم الارقام اللي قالها استاذ عبد الحميد سلام مهندس الكبير. لا ما انا هحسب لك البنجر برضه بقى عشان موجود. طيب نروح للبنجر. البنجر ما بيعملش ال 20 طن، بيعمل زي ما بيقول 18-19 طن و 17 اما اجي اضربهم له برضه في ال 400 جنيه واحسبهم على 6 شهور الاقي برضه بياخد 700 جنيه ولا كام بقى يا حاج محمود؟ تاخد كام؟ الفدان الطن او الفدان يطلع لك قد ايه بنجر ماليا؟ عمليا يا دوب بسجد حاجة الايجار فقط لا غير. وانا مشتغل لله والوطن. مش انا محمود الفلاح يعني. الفلاح بيشتغل لله والوطن. وما فيش قدامه غير انه يعمل كده. لانه مؤمن ان الزرع اللي ما بتكسبش بتصدر. هم كانوا بيقولوا لنا كده زمان. طب وهو اللي قاله الاستاذ عبد الحميد انه في دعم واضح للفلاح من خلال التقاوي اللي بتيجي ومن خلال الكلام ده بيوصل للفلاحين من خلال الهيئه الزراعيه؟ ده دعم لانه هو اللي محتاج الفلاح. لان الفلاح مسلم له نفسه. وبيدعمه عشان الفلاح مسلم له نفسه. بيدعمه ازاي؟ يعني هو جه سنه قال له والله انا كسبت السنه دي وحققت ربحيه مليار جنيه ليك انت فيها يا فلاح؟ لا طبعا. وده مش عادل. المفروض الفلاح شريك في كسب المصنع يكسب الفلاح معاه يديله حافز. مفيش الكلام ده. طيب انا ارجع تاني وبدور على اسباب عجز 300 الف فدان. لا 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 معلش برضه انا عايز في النقطه اللي قالها الاخ. أنا مش بقول إن هو المزارع بتاعنا، أنا بقول المزارع بتاعنا غلبان. أنا بطالب الدولة
تفصل التكلفة الزراعية عن التكلفة الصناعية. أنا بعمل صناعة بفصل التكلفة الزراعية عن التكلفة الصناعية، ويبقى التكلفة الزراعية هنا اللي بتدفع للمزارع لوحدها ويديله دعم زي ما هو عاوز كدولة. بس أنا الصناعة بتنهار في إيه؟ النهاردة لما التكلفة الزراعية بتاعتي مثلا في القصب بياخد 10 طن قصب بطن السكر في 400 جنيه بقى ب 4000 جنيه. لما جاي لي السكر من بره ب 3500 هعمل ايه؟ اعمل حمايه. ما هي الدولة اعمل حمايه واستهلك المحلي وبعدين بجيب المستورد. ما هو بقى ما كويس. وبعدين في السنه الجايه اهو بقى السكر ب 7000 فانا كده كسبت 2000 اهو. اللي انا عايز اقول هو طبعا ان انا الدول اللي بتحترم نفسها او يعني بتجيب الفجوه بين الانتاج والاستهلاك فقط، وما زاد عندي بتوصل الى 100% جمارك فما حدش بيجيب. امريكا مثلا عاوزه كل سنه حوالي 1,200,000 طن سكر، بتجيبهم على مدار كل شهر 100,000 طن وما زاد عن كده 100% جمارك. وقس على هذا احنا الحته دي ما حدش بيحكمها. لا ده فوضى عاربه. ما انا بقول لحضرتك الحته دي ما حدش بيحكمها، وكل بيقول ايه بقى؟ التجار لما بينزل السعر بره بيقول لك ده انا بجيبه ب 3000 جنيه و 3500، طب ما هو ده بيبيعه هو ب 4.5، ده بيعملوا الكلام ده عشان صناعه. ما انا في الوقت اللي انت بتجيبه ب 3.5 مثلا عشان تكسب فيه، لما بيوصل بره 7 جنيه ما بتجيبوش. انا النهارده لازم تبقى في سياسه واضحه من الدوله. التكلفه الزراعيه ايه، الفلاح عاوز ايه، كل الكلام ده يبقى ده حسابه بيدعمه من بره. زي ما هو النهارده في حاجه معموله هنا في مصر دمها خفيف قوي. انا مش بتكلم والله على قصب وبنجر لان انا اشتغلت في الاثنين واشتغلت مده كبيره، وانا يعني القصب بالرغم من ان انا بقالي 32 سنه في البنجر الا ان انا قعدت في القصب. انا ابويا مهندس زراعي، اول مهندس زراعي مصر دخل شركه سكر زمان، وكانوا بيجوزوهم عيال صغيره، فكان اما دخل شركه السكر متخرج من كليه زراعه كان متجوز ومخلف 2 انا منهم. فدخلت شركه السكر مع ابويا عندي سنتين، تربيت في الصعيد في ناجي حمادي والكلام ده مع ان انا من طنطا. فانا عشت طول حياتي في شركة السكر لغاية ما مش القاية يعني في السكر مش القاية مش القاية لغاية ما اشتغلت خلصت من طنطا سيد بدوي وحلويات برضه وبعدين جيت هنا اتكلم. انا مش بتكلم الكلام ده على انها قصب والبنجر، انا بتكلم الكلام ده النهارده قصب والبنجر لازم الدعم. الدولة لازم تحكم النهارده سياسة الاستيراد، الفجوه بين الانتاج والاستهلاك قد ايه، تجيبها فقط وتجيبها يعني على فترات. بس احنا كنا بقى في حاله خاصه دلوقتي يا استاذ عبد الحميد ان الفجوه زادت نتيجه قله الانتاج المحلي ونتيجه ضعف الاستيراد لارتفاع الاسعار. لا انا هقول لحضرتك 2016 بقى احنا كنا بنقول كل سنه عندنا فائض. وانا اول واحد قلت ان احنا الفائض اللي عندنا هيكفينا لغايه 2017 ويبتدي الموسم، وقلت الكلام ده بياخدوها عليا دلوقتي ان انت بتطالب عاوز 500,000 طن سكر ليه وانت اللي كنت بتقول. بسيطه هقولها، احنا كان عندنا في 1/1/2016 فائض 750,000 طن بيتين من السنه اللي فاتت. انا كشركه دلتا كان عندي الواحد 127,000 طن في المخازن بيتين من السنه اللي فاتت كويس، وكان عليا انسحب على المكشوف 700-800 مليون جنيه عشان ادي المزارع في وقته. رغم ان انا ما سوقتش لسه رغم ان انا ما سوقتش ورغم ان جميع شركات البنجر السنه اللي فاتت خسرانه. كويس هقول لحضرتك اتفضل. ف 750,000 طن موجوده كويس، انتجنا 2.1 لان في 300,000 عجز، ف 2.1 و750 يبقى كام؟ 2.800 2.850 كويس؟ صدرنا
300 ولا 250 يبقى اطرحهم منهم يبقى 2500 ولا 2600 من 3 300 يبقى عاوز النص مليون طن. اما جيت انا من شهر احسب الموجود عندنا ايه لقيته 750,000 طن في الشركات كلها وكلام عن نهار ابيض. من اللي مطلوب 2600 بقى عندك 750,000 بس؟ ما انا بقول لحضرتك في الثمان اشهر. في الثمان اشهر. الثمان اشهر لقيت اللي موجود يكفيني شهريا. اللي موجود حوالي 550,000 واحنا بنستهلك 250,000 طن سكر شهري اللي هم 3 مليون. يبقى عندي يكفيني سبتمبر واكتوبر. نوفمبر وديسمبر ما عندي السكر. كله ابتدى ياخد ويخزن. الناس كلها. فانا رحت باعت جوابات للمسؤولين في الدولة. ما عندنا السكر. عاوزين 500,000 فورا. سرد. وإلا هنيجي نبقى أزمة أكتر بقى من أزمات الرز والسكر والزيت والكلام اللي احنا بنقول عليه ده. في نوفمبر. عاوزين النهارده يجوا عشان يكرروا عشان نفهم. ما انا بقول لك يعني هصو بيجي عشان يكرروا. لو ما جوش دلوقتي في مشكله مصيبه في نوفمبر. مش هلاقي ولا كيلو سكر في نوفمبر وديسمبر. فابتدوا دلوقتي في 50,000 دخلت وقالوا لنا طب هنجيبه ومش عارف ايه وهنجيبهم على مدار. في شيء غامض بيحصل الصراحه على مدار بيت السنه. طيب احنا النهارده ما احنا نظبط الامر كله في اننا يبقى الكميه اللي موجوده احنا هننتج قد ايه؟ هنجيب قد ايه؟ مين اللي بيجيبهم؟ يعني سهله قوي ان انا اقدر اظبط السوق بتاع بس ما يتدخلش. سخطط بس لان الوضع ده اللي هو ممكن تفاجئ بانك انت من غير سكر اصلا. عامل ايه اسعار السكر في الريف المصري ومع الفلاح المصري حاج محمود؟ ارتفاعه 8 جنيه يوم الثلاث اللي فات نقابة الفلاحين عملت مبادرة ووزعت السكر بخمسة جنيه ورؤساء القرى عرفهم وبلغناهم ونادينا في الجوامع نزل جنيه ونص يا دوبك. انتوا جبتوا منين اللي بخمسة جنيه؟ في مصر لسه انا في ناس عندها دي الحمد لله يعني جابوا لنا السكر ووزعناه في النجوع والقرى. ما احنا بنشتغل في قاع المجتمع احنا ما بنطلعوش فوق. نزلنا السكر جنيه ونص. اللي حصل كالاتي. اشتغلنا الثلاث والاربع والخميس. والجمعه طبعا بنبقى مريحين. الساعه 3 الا ثلث بالظبط قوه من 15 شرطي دهمه البيت عندي كسرته. ليه؟ خبطوا مين؟ احنا في بلد ارياف بيوت كلها ارضي مش يعني عمارات مكفولة وكده ومامنين وفاتحين الشبابيك ونايمين والدنيا حر والدنيا زيطه. خبط خمس ست خبطات ما ردش يا ابني مين اللي بره فاضطريت نطلع له. بصيت لقيت مصفحات عربتين مصفحين واقفين ورجال والناس اللي لابسه اسمر دي و15 فرد امن واثنين ضباط. الساعة 3 الا ثلث الناس دي يعني انت حتى لو جاي لك ضيف هيجي لك الساعة 3 الا ثلث. خير يا خير يا جماعة؟ قالوا احنا مباحث. قلت لهم خير؟ قال احنا بندور عندك على بندقية اهلي. اتفضلوا. ده عشان وزعت السكر ما انا هنكمل لحضرتك الحكاية. اتفضلوا بس من فضلكم بس الحاجة تلبس ونصحي الولاد عشان ما ينسرعوش. ظبط طلع راجل محترم بصراحه. لبست الحاجه وطلعت وصحيت محمد طلعته. قال لي في محمد ابنك طبعا. ابني 13 سنه. وطلعته قال لي طب في فلوس في ذهب؟ قلت له طبعا. قال لي طب لو سمحت طلعهم عشان انا مع طلعته جابوا الشقه راسا على عقب كسروا مضيفه مكلفاني اكتر من 200,000 قلعوا بتوع المراوح من الحيطان ما وراهم بندقيه قال لي خلصوا يا فندم انت بتعمل كده ليه؟ قال لي احنا جاي لنا بلاغ انك راجل ماسك بندقيه اهلي وبتهدد. توصل ده كيدي علشان اجراء اللي انتوا عملتوه فالناس اللي بيبيعوا سكر بسعر اعلى زعلوا منكم فاضطروا او يعني فلجأوا للحيله دي. القصه غير كده. امال طب يا فندم انت عملت كده ليه؟ قال لي انت شغال ايه؟ قلت له انت داخل بيت واحد ما انتش عارفه شغال ايه.
انا نائب نقيب الفلاحين ونقيب فلاحين البحار. قال لي وبس كده يعني؟ قلت له راجل عندي املاك واديك شفت. ودخلت البيت وشفت الضابط اعتذر. طب انا هنعمل ايه باعتذار؟ الولد اللي شافك بتعمل كده دلوقتي وهو كان بيوزع سكر المغرب وبيجري وبيساعد الناس يبص للدوله ازاي؟ قلت للضابط شاب صغير بس مؤدب بصراحه قلت له انا طالب منك طلب عرفني مين اللي عمل فيا كده عشان نأمن نفسي. قال لي انا مش هنقدر نقول. اتضح ان الاخ امين شرطه وزعلان ان احنا بنساعد البلد. شوف احنا وصلنا لحد فين. يعني عموما الربط يعني وارد وفي نفس الوقت مفتوح للاحتمالات، لكن في المحصله احنا قصاد ازمه ما اظنيش انه الدوله لعبه دور مخطط ذكي فيها، ده هي بتفاجئ بتطورات وترتبك ازائها. يا استاذ عبد الحميد هو كده فعلا يعني. شوف انا اقول لحضرتك حاجه، احنا مش عاوزين، هو في ازمه في ازمه بس وبرضه هي الازمه ليه؟ خلال الشهرين اللي فاتوا مثلا يعني احنا استهلاكنا السنه دي زاد شويه برضه في السيلك. ليه؟ في ازمه الزيت وازمه الرز الشغلانه بتاعت التموين دي كلها والمجموع و 15 جنيه ومش عارف ايه خلت اللي ما بيلاقيش زيت وما بيلاقيش ياخد سكر على غير احتياجه، فبياخد سكر زياده شويه عشان الكيلو سكر ابو 5 جنيه ولا بتاع ده، طب ما هو هيجيبه من بره فيبقى فبيجيب ده، فدي زودت الاستهلاك شويه. عوامل كتير وعناصر كتير قوي تدخلت في الازمه دي، بس العنوان الرئيسي لها هي افتقاد الدوله للتخطيط بشكل واضح ومهم، ويبدو ان وزاره التموين يعني انا هقول لحضرتك حاجه. اتفضل. احنا كنا بنبيع يعني لغايه اغسطس، اول اغسطس الكميات اللي احنا بنبيعها بنبيع ب 4500 كسكر تجاري او اذا كان صناعي للطن. للطن اذا كان سكر صناعي ولا الكلام ده ب 4700 ده كويس. في فجأة لقينا السكر ابتدى في تجار خدوه خزنوا شويه وبتاع ده وابتدى يترفع في السوق، لقيت ناس جايه تاخد سكر وعاوزه سكر مننا ب 6300 جنيه، يعني من 4500 ل 6300. قلت اذا كنت انا ببيعه ب 4.5 ووصل 7 جنيه السوق. انا لو بعت ب 6.5 هيوصل كام السوق؟ هيوصل 10 جنيه. فرحت واقف البيع وبعت لجميع الاجهزه في الدوله الوضع كذا. الرد ايه بقى؟ ما هو ده اللي حصل بعد كده عشان الضغط، عشان بقى نجيب الكميه ونبتدي ننظم عمليه البيع دي ومين اللي ياخد، لان هو في اللي بيجي ياخد دلوقتي بياخد كميه يخزن، اللي بياخد يبيع للشركات الصناعيه، الشركات الصناعيه الكبيره المحترمه دي. اما كان السكر بره ب 3500 جنيه كله بيروح يجيب من بره ما بيجيش ياخد من عندنا. طبيعي طيب لما غلي بره ب 7000 جنيه دلوقتي بياخد من انتاجنا احنا هنا الرخيص ده عشان ياخد هو دلوقتي ويغطي انتاجه. صحيح. ما هي لازم يبقى في نظام موجود لازم. مهندس عبد الحميد سلامه رئيس شركه الدلتا لصناعه السكر اشكرك جدا. استاذ محمود سلامه نائب نقيب الفلاحين اشكرك للغايه. احنا قصاد مشكله حقيقيه متعلقه بقوت المصريين، قوت الشعب اللي احنا بنقول عليه، في الحقيقه تلاعب من الحكومه بمصير قوت الشعب، غياب تقريبا كامل وكلي للتخطيط اللي بينتهي بينا الى ازمات يبدو انها متفاقمه ويبدو انها لن تنتهي سريعا. بعد الفصل نلتقي باذن الله. إذن وصل صوتك. فلنسمع الصوت الأول. أنا اسمي حسام طلبة، واحد من أولياء أمور طلبة مدرسة رمسيس الخاصة للغات في شبرا.
مأساتنا ومشكلتنا بدأ من 8 سنين من سنة 2008 مع أصحاب المدرسة. أصحاب المدرسة من 2008 هم بيعملوا محاولات مستميتة لهدم المدرسة وتحويلها إلى مشروعات استثمارية، وعشان يوصلوا لهدفهم ده عملوا كل المحاولات. أشاعوا أن المدرسة مبانيها آيلة للسقوط، المباني سليمة جدا جدا، نزلت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط في المحافظة ونزلت تقارير هندسية متعاقبة، ومن التفتيش الفني للبناء في 2012 أشاعوا بوجود حكم نهائي صادر محكمة القضاء الإداري بإزالة المدرسة، وطلع أن الحكم غلط والحكم صادر على عرض مباني المدرسة على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط فقط. لجنة المنشآت الآيلة للسقوط فحصت مباني المدرسة، أثبتت أن مباني المدرسة بالكامل صالحة للعملية التعليمية، وأن المنشآت بالكامل سليمة من الناحية الإنشائية، وأنها فقط تحتاج بعض الترميم والصيانة في الصرف الصحي وبعض درجات السلم وبعض البلاطات فقط لا غير. اللي بيحصل في المدرسة ده يا جماعة يعني شيء لا يطاق. الراجل ده صاحب المدرسة كان مسافر برا، ووالدته برضو عملت نفس القصة دي. كل أجازة يجي الناس تاخد الأجازة بتاعتها، نبص نلاقي ماسك العمدان وعمال يفحر في العمدان وعايز يكسر المدرسة بأي شكل كان. الأهالي دي كلها متشحططة، بدل ما هي تجهز نفسها للعام الدراسي الجديد يجي يسيبوا مشاغلهم كلهم يقعدوا هنا في قلب المدرسه. ده يرضي مين ده حضرتك؟ هو بيحاول بقدر المستطاع ان المدرسه يهدمها ويصفيها ويبيعها ارض، يبيعها مباني. طبعا احنا مش عارفين الموضوع ده لمصلحه مين، هو مش ممكن يكون مصلحته هو، لان اذا كانت دي مدرسه فدي منفعه عامه مش ملكيه خاصه بصفه خاصه ليه هو، انما دي منفعه عامه للمؤسسه التعليميه ولطلبه. كل سنه احنا في الموال دوت وفي الموضوع دوت بقالنا كتير، وكل سنه بيحاول ان هو يقول المباني هتقع، احنا خايفين على الولاد، احنا خايفين على سلامه اولادكم، احنا هنعمل تنكيس، احنا هنجيب قرار ازاله، وكل مره بنمنعه في الموضوع دوت، بس في ايادي خفيه بتمنع ان احنا نجيب قرار باشراف مالي واداري تاني للمدرسه. واتمنى وزير التربيه والتعليم يطل علينا بمحافظه على اطفالنا ديت، عشان احنا من غيرهم عندنا مشاكل كتير جدا، ويعني كفايه اللي احنا فيه من الاول، ويعني في حاجات كتير نتكلم فيها، بس انا بتكلم في هذه المدرسه، ومدرسه لم يعني مستحيل ان هي تتهد قبل فتحها بثلاث اسابيع. طيب خليني اقول انه يعني الصوت ده ناقص ضلع مهمه جدا، وهو صوت اصحاب المدرسه. يعني في احنا بنسمع طرف، لكن لازم نسمع الطرف الثاني. لكن خليني طبقا لما انصتنا اليه واستمعنا اليه، اولا لابد ان احنا نشير الى اكثر من نقطه. النقطه الاولانيه مدى الحرص الحقيقي عند الاسره المصريه والعائله المصريه على تعليم اولادها، وعلى يعني ايمان شديد جدا بهذا الحق وبالاصرار عليه. وده شيء بيقول لي وبيقول للجميع انه الشعب المصري قصه التعليم عنده دي حاجه مهمه للغايه. صحيح الاهداف الحصول على الشهاده مش فكره التعليم في حد ذاتها، لكن في الاول وفي الاخر التعليم بالنسبه للمصري هو وسيله الترقي والحراك الاجتماعي والحصول على وظيفه والرزق والوجاهه الاجتماعيه والراحه النفسيه. اذا ده شيء اصيل ومهم للغايه، ولابد من التنبه اليه وادراكه والتعامل منطلقين منه لاحترام التعليم في مصر على غير ما يبدو من حكومتنا ومن دولتنا، الإهمال المريع والمروع للعملية التعليمية من رمتها أو برمتها. النقطة الثانية، واضح أنه في إخلاص جدا للمدرسة على رغم كل الشغب النفسي ده، وبقولك من 2008 وعايزين يهدها صاحبها، إلا أنه في المحصلة في إخلاص جدا للمدرسة ودي أولياء أمور مصرين على البقاء، ابقاء اولادهم في المدرسه، مصرين على التحاق اولادهم بالمدرسه، لا يعني لا حولوهم مدارس اخرى ولا زهقوا ومشوا منها، بالعكس بيرضوا واقفين ضد صاحبها بانه اصرار على فتح المدرسه كل سنه. فده برضو انتماء واخلاص للمدرسه يثير الاهتمام والاحترام. رقم ثلاثة، ان المشكل هنا اللي بيقدموه فكرة هدم المدرسة. صاحبها عايز يهدم المدرسة وعملها مشاريع استثمارية وما قالولناش طب اكبر العمليات التعليمية ايه اصلا جوه المدرسة دي؟ يعني هل احنا قصاد مدرسة هو الرجل يملكها، يملك المباني لكن لا يملك الادارة؟ لانه لو انا عايز اهدم المدرسة،
طب ما انا ممكن افسد العمليات التعليميه، مفيش مدرسين، مدرسين عددهم قليل او مستواهم وحش، او يعني في وسائل اخرى لاغلاق المدرسه عبر يعني اساءه العمليات التعليميه كلها الموجهه للطالب. فبرضه قصه محتاجه نفكها شويه، هي قصه ملكيه ولا قصه اداره؟ لانه لو عايز برضه يهد المدرسه ممكن يهدها معنويا الاول ويخلص منها. برضه ده سؤال محتاج الاجابه على ما تفهمه. رقم 4 أو 5 هنا بقى، وهو مدى الحق اللي يتمتع به صاحب المدرسه رغم انه هو بيعمل في مجال او يمتلك شيء للمنفعه العامه. صحيح المدرسه ملكه، لكن دي للمنفعه العامه. هل هناك ضوابط في لما توافق وزاره التعليم على فتح المدرسه وبدء العمليات التعليميه فيها والتحاق مدرسين بيها وطلبه بيها على انه انت مالك هذه المؤسسه يدرك انها منفعه عامه؟ هل في شروط ومعايير ما تخليش مالك المدرسة بعد ما بيرتبط طلابها بيها وبعد ما بتبقى مدرسة ذات قيمة أو مدرسة ذات سمعة جيدة أو فهو عايز يغير النشاط أو يفسدها أو يعني يهملها، أو في معايير وضوابط ولا هي كده وخلاص عقود وإمضاءات وتفتيش صوري وينتهي الموضوع على كده؟ في المحصلة جزء مهم من مشاكل التعليم في مصر المدارس الخاصة اللي من النوع ده، وقصة رمسيس الخاصة في شبرا دي محتاجة يعني اهتمام أكبر كمان، لأن شايف غياب مدري، يعني محدش قال لنا في وسط الـ الأصوات المصرية الجميلة اللي كلمت أولياء الأمور عن المدرسة، ما قالولناش أخبار مديرية التعليم إيه في شبرا، قالت إيه؟ إيه موقف الوزارة؟ هل لجأوا للوزارة وتدخلت؟ هل المديريه لعبت دور؟ برضو فين المسؤولين وفين يعني اداره العمليات التعليميه في مصر من ازمه زي دي؟ الحقيقه كل يوم كل ساعه تعدي علينا ندرك ان التعليم في مصر يعاني من البؤس، وان وزاره التعليم في مصر تقريبا بتشرف على البؤس. هي في حقيقه الامر وزاره بائسه تشرف على البؤس. خلينا نسمع الصوت التاني. الجهات الرقابية سواء على الأسعار سواء في كل نواحي، سواء الأدوية أو الأغذية أو أي شيء إحنا بنعاني منه كغلاء أسعار، هل هو جشع تجار؟ هل فعلا زيادة سعر الدولار؟ النهاردة اللي هيأكد لنا الكلام ده هي الجهات الرقابية. الجهات الرقابية اللي بتراقب الأسعار المفروض تنزل بحملات تأكد لنا هل فعلا التجار هم الجشعين ولا جاية استغلال سلطة ولا استعمال سلطة ولا جاي على الشعب المصدوم الغلبان. واحنا عايزين نفهم هل غلاء الأسعار ده جاي من ايه؟ طبعا هو المؤكد ان الشعب مصدوم وغلبان الحقيقة تماما، حتى على الأقل مصدوم وغلبان، مش بس على مستوى الاقتصاد الصعب ده، على مستوى تعميته عن المعلومات الحقيقية وغياب أي شفافية، وكمان تحميله طول الوقت المسؤولية وانه هو أس البلوى وأس البلاء، وزي ما قلت لكم الشعب اللي كان يحتاج الى من يحنو عليه ويرفق به، اذا به شعب يلعن ويتهم طول الوقت بانه هو سبب الأزمة وسبب البلاوي وسبب المشاكل، وهو اللي بيستهلك غلط وهو اللي بيستخدم غلط وهو اللي بيشتغل اقل وهو اللي مش عارف يخلف كتير. حاجة مش معقولة في إلقاء التهمة بدل ما اعترف انا كحكومة بعجزي وفشلي اذا برمي التهمة على المواطن، وده مش معناه انه الشعب يعني بيمارس اداء مثالي وعظيم، بس ده اللي احنا بنعمله ده محصلة وحصاد تعليم 40 سنة فاتوا وصحة يعني ووعي وإعلام وسلفيين وتجار دين وحكومة وقمع واستبداد. الشعب ما بيتولدش كده، المجتمعات ما بتتولدش من بطن أمها مقررة إنها تبقى حلوة ولا وحشة، دي بتبقى عوامل تصنع المجتمع. فالعوامل اللي هي الدولة مسؤولة عنها بتصنع مجتمع على درجة من درجات اللي مش احنا بنحلم بيها. احنا عايزين مصر احسن من كده بكتير، واكيد كل مواطن مصر عايز بلده احسن من كده بكتير. لكن عايز توقف عند المقولة اللي قالها المواطن الجميل الكريم وهو بيتكلم على ارتفاع الاسعار وعن الجهات الرقابية وعن جشع التجار.
الجهات الرقابيه تراقب ايه؟ المفروض الجهات الرقابيه بتراقب جوده، لانه مفيش اسعار، يعني مفيش تسعيره جبريه. راجل راح عمل حاجه ب 60 ب 80، الجهات الرقابيه بقى هي مالها؟ هو في شيء يلزمه بانها تبقى ب 60؟ لا. فاذا في غياب التسعيره الجبريه اللي سبب طبعا كمان انها مش على مستوى الواقع، يعني مش جاده ومش هتعمل حاجه ذات بال وما بتاثرش، لكن في النهايه اذا الرقابه هنا رقابه على مجرد، احنا بنتكلم على جوده. طيب دي جهات الرقابيه المفروض. الحاجه الثانيه فكره جشع التجار. التعبير ده الحقيقه تعبير مسيء وبقى يتقال طول الوقت، والحكومه بتقوله طول الوقت، جشع التجار، كأن بنتهم التجار في مصر بالجشع، وبقى كأنها قاعدة وقانون مطلق كده، جشع التجار، مش مثلا بعض التجار الجشعين، لا، جشع التجار. في قدر من الظلم والعنت الشديد جدا في التعامل مع الموضوع ده، فضلا على وكأننا بنقول ان القطاع الخاص جشع وانه العاملين في مجال التجارة جشعين. طب وايه الحل؟ يعني اذا كانوا هم جشعين ومولودين جشعين كده، وكل ما حد يجي لنا يقول لنا جشع التجار، طيب ايه الحل؟ هيبقى الحل الحكومه؟ طب واهمال الحكومه وضعفها اخباره ايه؟ اشمعنى جشع التجار يعني؟ ثم جشع التجار ده حاربه ازاي؟ احاربه ازاي؟ اواجهه ازاي؟ اواجهه كجهات بقى رقابيه هنا، منع الاحتكار، الدعم المنافسه، زيادة الإنتاج. لما تعمل الدولة كده إنها تمنع الاحتكار، ما يبقاش يقول لك في خمس مستوردين أساسيين للسكر في مصر بيتحكموا فيه، معروفين بالاسم، أو خمس مستوردين بيتحكموا في استيراد الرز أو حتى في تصديره. قال لا، إذا كان كل حاجة واضحة كده وباينة كده ومعروفة وبالاسم، يبقى دولة عاجزة مش عارفة تتدخل مع الاحتكار. الجشع دي قصة تانية كمان، لأن الجشع ده تعبير أخلاقي، لكن مش ما أقدر أصرفه منين. يقول لك هو راجل تاجر بيبيع البضاعة دي بخمسين جنيه، مش عاجبك ما تشتريهاش. فين الجشع؟ الجشع لما احتكر السلعة وحدد سعرها أو أقلل وجودها في السوق. فكل دي بقى تصرفات اللي المفروض الجهات الرقابية تشتغل عليها. لما الاقي الجهات الرقابيه ضعيفه ومهترئه، او الاقيها جهات رقابيه متواطئه، او الاقيها جهات رقابيه غائبه، هنا بقى تحاسب الدوله والحكومه. ليه؟ لانه هنا الموقف هنا اللي الدوله المفروض تتدخل فيه، مش تقعد معاهم. يقول لك ايه؟ قعد جهات رقابيه وامنيه قعدت مع تجار الجمله ومع مش عارف السلاسل التجاريه واتفقوا مع بعض على انهم هيقللوا هامش الربح. ايه الكلام ده؟ يتصرف منين الكلام ده؟ يعني يفرض انا بعتقد انه الجهات الامنيه قعدت مع السلاسل التجاريه وهددوهم، ده اعتقادي يعني، وقعدوا مع مجموعات مش عارف ايه وهددوهم، هنعمل فيكم وخدوا بالكم احنا ممكن لو قللتوش الاسعار الصحه تخش تشوف شغلها بقى، والجمارك يخش يشوف شغله بقى. يعني الكلام اياده لما بنحاول، يعني لما ظابط المباحث في الاسم يعني ايه عايز يظبط التجار والمحلين اللي عاملين قلق دول، فقعد يقول لهم بقول لكم ايه، ما نبعت لكم بقى بتوع الكهرباء نبعت لكم والشغلانه دي. ده كلام ما يحلش حاجه، ده ضغط وابتزاز في الغالب، وما بيحلش حاجه. ولو حل هيحل في يوم يومين ثلاثة وترجع الأزمة تاني. وزي ما انتوا سمعتوا من شوية أزمة سكر طاحنة، لو ما اتحلتش من دلوقتي، الجماعة برضو كانوا بيطنطنوا حبا وولها في وزير التموين السابق، وبرضو مش الحل، بالعكس. أنا عارف هتجيبوا لنا ظابط ولا لواء وزير تموين، انتوا فاكرين يا جماعة ما وزارة التموين مليانة لواءات، ما الحكم المحلي مليان لواءات، ما المجمعات الاستهلاكية الرئيسية في مصر رؤسائها لواءات، هي قصة باللواءات؟ ما فيش فايدة. الدماغ مش عايزة تتغير، الدماغ مش عايزة تتغير. يا جماعة مشكلة ورا التانية ورا التالتة، ما خلاص بقى اهي مشكلة ورا التانية ورا التالتة. ليه مصرين على نفس الدماغ بنفس الطريقة؟ مين قال لكم انها تعمل حاجة جديدة؟
بيلاقي لوجو واو مفاجاه، بتعمل نفس الحاجه، بتعمل لك مشكله كل مره، نفس طريقه الاختيار ونفس طريقه الحكم ونفس طريقه الاداره ونفس طريقه الاختيار، ومع ذلك وكل مره تطلع لك نفس المشكله وانت مصر انها تطلع لك مره حاجه جديده. ده فين ده يتقال عليه ايه؟ ده الطريقه دي يتقال عليها ايه؟ عودوا الى الحل الحقيقي لا حل غيره. هو اللي هيخلص مشكله الاسعار اللي بيشكو منها مواطننا، ولا هيخلص مشكله التعليم، لا شيء غير الديمقراطيه والكفاءه، مش الولاء والسمع والطاعه. الى فاصل. رسالة إلى السيد شريف إسماعيل رئيس الحكومة. كل البيانات التي صدرت عن حكومتكم في الفترة الأخيرة لم تتضمن السطر أو السطور التي يجب أن تتضمنه تماما. لا يمكن أن يخلو بيان للحكومة من هنا ورايح من بكرة الصبح من الاعتذار. في كل مرة، في كل تصريح وكل بيان وكل خطاب وفي كل موقف تقف فيه الحكومة المصرية لتخاطب الشعب المصري، من الآن يجب أن تبدأ بالاعتذار لهذا الشعب، بالاعتذار للمصريين عن الأزمات التي تصنعها الحكومة وتفشل فيها الحكومة وتصر على فشلها فيها الحكومة. الشارع والشعب المصري كل يوم يتعرض إلى أزمة، كل يوم، جراء أفعالكم وقراراتكم ومواقفكم، أو قرار لا، أو جراء لا قراراتكم ولا أفعالكم ولا مواقفكم. فعلى الأقل اعتذروا للمصريين، على الأقل ليشعر المواطن المصري أن هذه الحكومة تملك شيئا من الإحساس واللياقة واحترام كرامة المصريين. نلتقي غدا بإذن الله مع إبراهيم عيسى. إلى اللقاء مع